مشكلتنا ان الناس مش عارفه هي عايشه ليه. هي عايشه ليه؟ فبيعيش كل عمره يكون فلوس يكون فلوس، في الاخر يحصل ايه؟ بيسيب الفلوس، كارثه، وعايش حياه خربانه. جونس توت حكى قصه بالمناسبه دي اقولها لك. بيقول ماتت واحده غنيه في الكنيسه بتاعته اللي كان بيرعاها في انجلترا. فبيقول كانت ست غنيه، فجاله واحد بيقول من هوات الماديات والسؤال عن الماديات، فسال جونس توت قال له ايه سابت ايه؟ فجونس توت يقول جاوبته اجابه لعله يعقل، قال قلت له سابت كل حاجه. سابت ايه؟ وكلنا هنعمل ايه؟ هنسيب كل حاجه، هنسيب كل حاجه. ينفع يا اسيس نزار يكون هدف حياتي الفلوس، جمع الفلوس؟ طبعا لا. يعني اكبر مثل هو سليمان الحكيم، بعد ما عمل كل شيء شاف انه كل الموضوع كل الامر قبض الريح بالضبط وباطل الاباطيل، ما فتش اي شيء بالضبط. بالضبط.